عليكم ورحمة الله. اليوم نصور لكم فيديو شيء عجيب وغريب. اليوم في عرس بمطعم، تفرجوا شيء غريب وعجيب، اول مرة بنزل على اليوتيوب. هاي سيارة غريبة عجيبة. هذا عرس. هاي عطالة والعروس، هاي سيارة العروس والعريس. هاي العرسان عم بتصوروا. هاي العرسان عم بتصوروا على البحر. وهي الأطفال عم بيلعبوا هون.
هاي البيتزا العائلية طبعا كثير طيبة. تفرجوا هاي بيتزا بالخضرة طبعا حجمها عادي. وهي البيتزا مارغريتا طبعا. هاي اربع انواع جبنة تجي مارغريتا و... والله انواع كثيرة يعني ما بعرف ايش بدي لكم. تفضلوا يا متابعينا ناكل بيتزا هاي بالخضرة طبعا مثل ما ذكرت لكم. وهي بيتزا اربع انواع تجي بيتزا حجم عائلي. تفرجوا كثير كبيرة. هاي حجم عائلي تقريبا 16 يورو يعني. هاي ضل مطعم مشهور بالبيتزا مثل الفيديوهات الماضية قلنا لكم. طبعا هذا عصير طبيعي عصير البرتقال. شوف الفيديو أول مرة يشترك بالقناة يفعل الجرس يصلوا كل جديد بجديد. وهي العرسان عم بتصوروا. والسلام عليكم.